استمر زلزال الحوز، لكن صوره بقيت راسخة تأبى أن تفارق الأذهان، ولعل صورة التضامن الواسع بين أبناء البلد الواحد طغت على صور المأساة لتحيلها إلى لحظات تعبق بدفء التكاثف والتعاضد والتراحم. الفنان التشكيلي والطبيب عبد الكريم بنيس الذي جمع بين الطب والفن، فصهر الاثنان في بوثقة خدمة الإنسان، استعاد من خلال معرض فني احتضنه رواق محمد الفاسي بمبادرة من جمعية رباط الفتح للتنمية المستدامة، استعاد التسلسل الزمني للأحداث المرتبطة بزلزال الحوز بلمسة إنسانية فريدة. J'étais très touché, très remué. لقد تأثرت كثيرا بما حدث للضحايا وكذا بالتداعيات التي خلفها الزلزال، وهذا كان هو الدافع لي من أجل أن أستخدم الرسم حتى أبرز من خلال لوحاتي الزخم التضامني الاستثنائي الذي أبان عنه المغاربة قاطبة. معروف لدى الجميع أن الطبيب يعالج الآلام بوصفة للدواء، لكن الطبيب بنيس اختار أن يقدم وصفة دوائية بلمسة فنية تستحضر المأساة وإيمان المغاربة بالقدرة على تخطيها. ريشة فنان بروفيسور عبد الكريم بنيس تقدم لنا اليوم باكورة من أعماله الفنية التشكيلية جراء زلزال الحوز الذي مر اليوم عليه سنة، للتذكير ولنقول للجميع إننا لازلنا متضامنين مع إخواننا وأخواتنا في الحوز. عبد الكريم بنيس فنان عصامي لم يتلقى تعليما فنيا أكاديميا أو دروسا خاصة، بل صنع تجربته الخاصة به وعالج مواضيع شتى بعقل طبيب وقلب فنان، مواضيع حملت عناوين المتظاهرون والغرقى والنساء اللائي يحملن البضائع ودمار ومآسي الحروب، تنضاف إليها اليوم تحفته حتى لا ننسى، حتى لا ننسى الفاجعة، حتى لا ننسى صور المغاربة المتراصة صفوفهم والمتكاثفة سواعدهم.